بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى لكم تزورونا على اليوتيوب لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعظيم ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا من الأول إن شاء الله رضاكم وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على اختبار كنا عملنا جزء منه قبل كده هو اختبار البروكتور المعدل أو اللي هو موديفايد ستاندرد تيست هو البروكتور المعدل. قبل كده كنا عملنا حلقتين على البروكتور القياسي سواء كانت الحسابات او طريقه عمل الاختبار وعملنا حلقه اللي هي قبل دي على طول مباشره الجزء الاولاني من الاختبار اللي انا بتكلم فيه دلوقتي وهو كنا بنتكلم فيه على اختبار البروكتور المعدل ووصف الجهاز والحسابات وحاجات من دي. دلوقتي هنتكلم ان شاء الله على طريقه عمل الاختبار عملي مع زمايلنا في المعمل فارجو ان شاء الله ان احنا نركز مع بعض. وانا كنت قلت قبل كده ان شاء الله هنحاول نعمل ان شاء الله فيديو مباشر كده هوت ان شاء الله نتقابل مع بعض فيه كده هوت ونتحاور مع بعض ونقرب من بعض اكتر وبسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يجعلنا سبب ان شاء الله في الخير لبعض ان شاء الله. ومش هسأل حاجة تاني غير ان اسألكم الدعاء بس ونبدأ مع بعض ان شاء الله نوصف الجهاز ونعمل اختبار مع زمايلنا ان شاء الله. شوف مع بعض. بداية هنشوف الجهاز اللي هنشتغل بيه دلوقتي وده المولد بتاعه ودي المندقة وديت القاعدة اللي هي طبعا هو الجهاز عبارة عن أربع قطع مفيش تاني إلا بقى الحاجات اللي هي المساعدة اللي حضرتك هتشتغل بيها المندقة والقالب نفسه ورقبة التطويل والقاعدة اللي هو المولد هتربط عليها هو ماسكها بإيده الراجل اهيت. شوف وريها لنا بتتربط إزاي وإحنا شفنا الحاجات دي في المقدمة بس إحنا عايزين برضو كل مرة بنقول عايزين نحاسب زميلنا اللي انتبهنا إن هو بيعمل اختبار معايا في المعمل فعلا ويركب الجهاز وبيظبطه. طبعا هو واخد الحجم بتاعه بالطريقه اللي احنا شفناها في الفيديوهات قبل كده ازاي يجيب الحجم بتاعه وده ارتفاعه احنا قلنا 116 مللي والديامتر بتاعه 152 مللي يعني 15 سم و2 من 10 ودي المنداله والهامر ال 2 بوصه والطول بتاعه 45.7 من 10 ووزنها 4 كيلو ونص وده كله ان شاء الله هنعرضه في المواصفات. ده شكل القالب اهوت ادي وقفت الصوره اهيت اللي احنا هنشتغل بيه. لكن المندالة اللي احنا شايفينها دي ما تشتغلش في البروكتور القياسي والمندالة اللي احنا شفناها في الفيديوهات اللي فاتت شغالة في البروكتور القياسي ما تشتغلش في البروكتور المعدل اللي احنا بنتكلم عليه لكن القالب نفسه يشترك في الاثنين. ديت كانت فكرة كده عن شكل الجهاز اللي احنا هنشتغل بيه. احنا هنا هنشوف حاجة كويسة جدا دلوقتي هنروح الموقع مع بعض دلوقتي ونشوف الماتيريال ازاي بيتقلب. دلوقتي هو تم التوريد والعربيات فضت الماتيريال بتاعها وكل حاجة وطلب مننا احنا كناس بتوع معمل ان احنا نجي نعمل اختبارات على التربه ديت اللي هو هيردب بيها في الموقع. طبعا عشان احكم عليها لازم اخد عينه واعمل السيب واحنا قبل كده قلنا في كل الفيديوهات بتاعتنا اي عينه تربه تخش المعمل لازم تعمل لها حاجتين الموشر كونتنت والتدرج والحبيبي بتاعها. فاحنا في الموقع دلوقتي رايحين نشوف التقليب بتاعها عشان ناخد منها العينه وهنشوف العينه هناخدها ازاي مع بعض واحنا ممكن برضه لو مش واضحه كويس ممكن نشوف الفيديوهات اللي تمت قبل كده. تيجي بقى مرحلة ان الراجل بتاع المعمل راح ياخد العينة، ياخد العينة طبعا احنا مش هنجيب العينة بالتفصيل طبعا بس اوريك ماكت كده هو ازاي بياخد العينة الراجل شو بياخد ازاي، اخد العينة وكل حاجة وحطها في الاكياس بتاعته وقفل عليها كويس وهتروح المعمل بعد كده علشان يشوف ايه المطلوب ليها من اختبارات. شوف الماتيريال دوت اوقات التربة تكون بالشكل ده فيها حبيبات كبيرة اكتر من اهي شوف شكلها عامل ازاي تلاقي فيها حبوبات كبيره بالشكل ده فيها 37 ونص وفيها 19 وفيها 25 وفيها 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 ده هيعمل ايه لما يجي يشتغل بروكتور ده اللي احنا هنقوله واحنا بنعمل الفيديو عملي ازاي هتتم عمليه التعويض لمقاس الحبيبات اللي هي الكبيره. الراجل لما يروح المعمل هيلاقي الحبيبات الكبيره هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر زي ما انا قلت هيفصل الحبيبات اللي مقاسها اكبر من 19. هقول الحته دي بسرعه كده وان شاء الله دي هيبقى ليها فيديو ان شاء الله عشان نعمل العمليه بتاعه الكوريتشر فاكتور والتعويضات. ان هو هيفصل الماتيريال كله على منخل 19 هينفصل الماتيريال كله زي ما الراجل بيعمل اهو فصل اهو نقف ثواني وفصل كل الماتيريال دوت على منخل 19 زي ما قلت لحضراتكم. طيب النسبه اللي هي فوق منخل 19 ديت هيعمل فيها ايه؟ هل هيتجاهلها؟ لا مش هيتجاهلها.
احنا هنتكلم من واقع الكود اللي احنا اللي هو 1557 اس ام دي 1557. هيعمل ايه الراجل ديت؟ هياخد ما يعادل الجزء المحجوز فوق منخر 19، كل دوت يشوفه يعادل كام في المية، والكام في المية دي تعادل كام كيلو، ياخدها من عينة تانية ويضيفها للعينة. يعني نفترض هو اخد عينة 50 كيلو وعمل لها سي، بص لقى فوق منخر 19 النسبة اللي فوق 19 ديت عاملة وليكن مثلا 32% او 35%، ده العادل قدام مننا ديت. ال 35% يعملوا كام كيلو بالنسبة لل 50 كيلو؟ يشوفوا يعملوا كام كيلو بالظبط، ويروح جايب كومة تانية ويجيب منهم الوزنة ديت ويضيفها للكمية التربة اللي هي عدت منه من منخر 19 ويضيفها ليها. لكن ياخدها ازاي؟ قال لك لازم يهز الكومة التانية ديت على منخل 19 محجوز 4.75، وياخد الجزء الناقص دوت ويضيفه للعينة اللي هي مرت من 19. اتمنى كده ان هي تكون واضحه. هو دلوقتي بيحجز الراجل العينه اهوت، وبيعمل السيف بتاعه عادي وكل حاجه شغل زي الفل اهوت. هيعمل ايه بعد كده؟ ادي احنا ماشيين مع البروكتور واحده واحده، بدايه من فصل العينه، هو كده في مرحله بياخد المقاسات عشان يعرف النسبه اللي محجوزه فوق. اخد بقى النسبه ديت وضافها للعينه اللي كامله كلها. هيبتدي بقى ياخد الاوزان بتاعته اللي احنا قلنا عليها، ويوزن في الصواني او في اي حاجه بلاستيك او اي حاجه، ويبتدي ياخد الاوزان بتاعته اللي هيشتغل بيها البروكتور. واحنا قلنا البروكتور ما يقلش عن 5 محاولات، ممكن يزيده عن كده لكن ما يقلش عن 5 محاولات عشان يقدر يرسم الكيرف اللي احنا في اخر الفيديو ان شاء الله في حلقه ثانيه هنرسمه مع بعض. اخد الاوزان ويبتدي يضيف الميه، ويبدا تقريبا كده من 2% وهكذا. اشوف الصواني اهي، الصواني مرصوصه قدام منهم ما شاء الله، 2 4 5 1 في دويات واحد عداها 6، ويبتدي يشتغل 2% 4% 5% وهكذا لغايه ما يوصل الاوبتيمم اللي احنا، ونتاكد من الكلام دوت في الفيديو اللي فات بالنسبه للبروكتور اللي هو القياسي. احنا عملنا نفس الخطوات ديت، بس احنا برضو اي نعم احنا مملين شويه، بس ايه اعتبرها محاضره يا عم، اعتبرها محاضره. وياخد العينات ويبتدي يضيف الميه بتاعته، شوف هيوزن نسبه منها كام في الميه، ويبتدي يضيف. لكن هل يشتغل على طول؟ لا، بيسيبها فتره معينه على حسب نوع التربه. في تربه ممكن تقعد فتره طويله جدا، ممكن تقعد 24 ساعه لو كانت التربه طينيه جامد. شوف بيقلب ازاي الراجل، كمان ناخد بالنا طريقه التقليب، هيكتفي على كده؟ لا مش هيكتفي على كده. شوف بيعمل الراجل كمان ما شاء الله، قلب بالمصان وكل حاجه، وبيبتدي يقلب بايده كويس جدا، بس ايده تكون ايه، رطبه ما تكونش جافه. شوف بيقلب ازاي الراجل. وخد الحبيبات، لو تاخد بالك اكبر حبيبه في الحبيبات ديت، اكبر حبيبه ليها منخل 19 او 19 مللي، يعني ما بتديش عن 2 سم الحبيبه، ما ينفعش اكبر من كده، عشان احنا خدنا ما يعادل ده عشان هتلاقي فيها خشونه عاليه. وبيقلب العينه كويس، ويبتدي هيعمل ايه الراجل الطيب بقى؟ هيبتدي يدمج القالب بتاعه زي ما قلنا، هيدمج 56 دمكه في 5 طبقات. احنا في بص بيعبي ازاي، بس احنا هنعمل محاوله واحده عشان هتطول، وهنمسك العدد مع بعض واحده واحده. عبت بص عباله ازاي الراجل، هيبتدي ايه يدمج، فاحنا هنعد مع بعض هيعمل كام خطوه. هيبتدي الراجل يضرب عد، العداد هو شغال عد، ممكن نعد معاه لو عايز تعد، بس هي دي لها تطول شويه، عشان كده هعمل محاوله واحده. هيعمل 56 دمكه زي ما قلنا حضراتكم في 5 طبقات، كل طبقه 56 دمكه، ولازم القالب ده يكون متعاير، معروف الحجم بتاعه، والحجم بتاعه ثابت بس مع الشغل بيبقى فيه نتوءات معينه في الحجم دي. فافضل حاجه انك تجيب الحجم، انك انت تعمل الحجم عن طريق الميه، وانك تقفل القالب من تحت بالشحم او باي ماده تمنع النفاذيه بتاعه الميه، وبلوح زجاجي. واحنا الحاجات دي عملناها في حلقات قبل كده، ممكن حضرتك ترجع لها ان شاء الله. ويبتدي يضرب الاضرابات بتاعته، ويبتدي ياخد عمليه المونشر كونتنت. واحنا قلنا المونشر كونتنت يتاخد من وسط القالب، في ناس تروح قالب يقلبوا القالب على وشه، ويبتدي ينزل مسافه 2 3 سم او ينزل بوصه في القالب، وياخد عينه المونشر كونتنت علشان يشوف نسبه الميه بتاعتها. احنا قلنا الطريقه ديت هيعملها خمس مرات 55 56 ضربه الراجل اللي عمله مهوت وخلص. طب هيعمل ايه بعد كده؟ هنشوف هيعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. خلص الراجل الدمك بتاع القالب بتاعه 56 طبقه، خد 56 دمكه بخمس طبقات. هيبتدي يعمل ايه بعد كده؟ هيبتدي مرحله التسويه علشان نشوف التربه دي حجمها بيقد ايه، ويبتدي يسوي القالب بتطير مسطره الحديد اللي موجوده عنده، ويسوي القالب كويس
ياخد باله. ولو طبعا بحكم ان ديت فيها حبيبات كبيره، حبيبات كبيره وهو بيستوي هيبقى فيه فراغات، ممكن يكملها من التربه اللي واقعه منها، بس تكون تربه ناعمه بحيث يقفل اي مسامات من فوق. شوف التسويه احنا جايبينها واحده واحده، التسويه هتتم ازاي؟ هي طبعا التربه بحكم ان هي تربه زلطيه جامده فبتاخد تعب شويه في التسويه. شوف بيسويها ازاي من التربه الناعمه، ما يحطش حصب، تربه ناعمه ويقفل الفراغات اللي فوق ديت عشان يقدر يجيب الحجم بتاع العينه دي، وده ان شاء الله هيبقى في الحسابات كويس الحسبه هتتم ازاي. شوف التسويه، تم التسويات، ينظف القالب بقى بتاعه كويس. يبقى احنا عندنا وزن القالب فاضي، ناخد بالنا يا اخوانا عشان حاجات تدخل في الحسابات، وزن القالب فاضي، وزن القالب، وزن القالب وفي التربه اللي هي بعد عمليه الدمج، ويوزنهم يقدر يطلع يوصل لوزن التربه صافي، وطبعا عنده معلوميه الحجم بتاع القالب والوزن على الحجم هيديله الكثافه، بس اديله كثافه ايه؟ اديله الكثافه الرطبه. فك القالب هيبتدي بقى يعمل ايه الراجل؟ خلاص ملهاش لازمه، قال لك لا هاخد منشر كونتنت. شوف هياخد منشر كونتنت ازاي يا اخوانا؟ في ناس بتستعمل اللي هو الكواريك اللي هو زي الرفع بتاع العربيه دوت، يفضي منها القالب، غالبا بيستعمل في الاسفلت عشان الاسفلت بيكون جامد، لكن الراجل بيعتمد على الاجن والشاكوش وحاجات من دي. وممكن على فكره الدمج يكون الي، الدمج يكون الي في مكان الي، وياخد منشر كونتنت للعينه ويدخلها في الفرن طبعا 24 ساعه، وممكن يستعمل هوت بليد على فكره. طب احنا شفنا الفيديو عمل كل حاجه، لكن دلوقتي لازم نشوف الورق اللي احنا بنتكلم من خلاله. وانا قلت احنا بنتكلم من خلال الكود الامريكي الاي اس ام دي 1557، ادي علامه هيت على كلمه المودفايد. ناخد بالنا من كلمه المودفايد ديت، المواصفه اللي حضرتك ممكن ترجع لها بحيث لو كانت في اي حاجه خطا، وده وارد، ممكن تكملها حضرتك من المو. بالنسبه اللي كنت انا بقول في المقدمه ان احنا ممكن نستعمل قالب 4 بوصه، نستعمل قالب 4 بوصه، وادي هي مكتوبه الطريقه ايه في نفس المواصفه اللي هي 1557، هي بيقول لك القالب 101 مللي اللي هو 4 بوصه، وامتى نستعمله في حاله الماتيريال لما يكون باص من 4 75، يعني كانت التربه اللي هي ناعمه فعلا، ناعمه خالص. ونستعمل كم طبقه؟ قال لك 5 طبقات برضه، هي عليها علامه، لكن انا هضرب 25 ضربه. ناخد بالنا من ديت عشان دي كانت محل تعليق من الناس. يبقى اذا الخلاف، اذا لو تاخد بالك هو ما جابش سيره المنداله خالص، اذا المنداله مش هتتغير. برضو طريقه ثانيه، برضو الكلام ده برضو احنا قلناه قبل كده في الحلقه اللي فاتت، الطريقه بي او سي، نستعمل القالب برضو ال4 بوصه، والمر يكون من منخل 9.5، وبرضو عدد طبقات 5 طبقات، 5 طبقات بس عدد الضربات 25 دمكه. ناخد بالنا من ديت. طب لما فين القالب اللي هو 6 بوصه؟ هنشوفه كده موجود ولا مش موجود. اهيت موجوده اهيت في الصفحه العاشره، ممكن برضه حاجه ترجعوا لها. بيقول لك ان انت ممكن تستعمل القالب، مش ممكن، لا لازم تستعمل قالب 152 مللي او 15 سم و2 10 اللي هو اهو عليه علامه 6 بوصه اهوت، وتستعمل 5 طبقات في كل طبقه 56 دمكه. ناخد بالنا برضو ما جابش سيره المنداله، معنى كده ان المنداله مش هتتغير، اللي هي المنداله اللي هي مشوارها او وزنها 4.5 ومشوارها اللي هو 45 سم و7 من 10. اذا ده يا اخوانا كده احنا قدرنا نحل المشكله اللي كانت فيها خلاف ما بيني وبين بعض الناس، اهي واضحه، والكتاب اللي بيقول مش احنا اللي لو ناخد بالنا هنا برضو في الصفحه العاشره برضو بيتكلم على الابارتس اللي هو المعدات او الاجهزه اللي حضرتك هتستعملها. هنا اتكلم على المولد، طب اتكلم على انهي مولد؟ ناخد بالنا عشان برضو ااكد لك ان احنا هنشتغل بنوعين القوالب ال 4 بوصه اهي. قال هنشتغل بالقالب ال4 بوصه عادي، القالب اللي هو 4 بوصه، الامور واضحه اهيت، اللي هو الديمتر بتاعه 101 مللي اهوت، والقالب الثاني اللي هو قالب 6 بوصه. طيب خد بالك جاب نوعين القالبين. طيب نكمل كده ونشوف كده. طب الرمر او الهامر اللي هو هنشتغل بيه، قال لك الرمر اهوت مواصفاته اهي واضحه اهيت، عليه علامه اهيت اللي هو وزنها 4.5 كيلو. ناخد بالنا من ديت اهي، عليها علامه واضحه اهيت في السطر كام؟ في السطر الخامس اهيت، والمشوار 45.7. وبرده هنا بيقول ممكن تشتغل بال القالب اسف الهامر اللي هو المانوال اللي هو اللي احنا شفناه بزميلنا بيشتغل بيه دوت، وممكن تشتغل بالرمر اللي هو الاوتوماتيك اهو.
ميكانيكال رامر اهو، بس لازم يكون بيحقق نفس المطلوب بالنسبة للرامر اليدوي، لازم نتأكد من دي. ودي طبعا بتتم عن طريق معايرة، ان احنا بنجيب عينة ونعملها يدوي ونعملها ميكانيكي ونشوف الفروقات قد ايه، بحيث لو كان في فروقات ما بين ضربات الجهاز اليدوي والجهاز الميكانيكي نقدر نحطها في الاعتبار اثناء الحسابات. دي حاجة. وبعدين بين الضربة والتانية دي ما قلتهاش في وسط الفيديو، ان تكون ما بين ثانيتين لثانيتين ونص، ويفضل يفضل بل الاحسن من كل دوت ان اللي يعمل بروقته من بدايته لنهايته شخص واحد عشان ما تختلفش الضربات عن بعضها. ناخد بالنا من دي برضه، تكون دي محل اعتبار. وديت رسمة الجهاز وعليها الابعاد بتاعتها من نفس المواصفة برضه، ممكن حضرتك برضه تقراها لو في اي خلاف احنا وقعنا فيه، ولو المواصفة دي مش موجودة عند حد من حضراتكم انا ابعتها له عادي زي ما بقول في كل مرة، مفيش اي مشكلة بالنسبة لنا نبعتها له على الخاص. بس هو لو مش موجودة يبلغنا بس. وانا احنا كده مع زمايلنا واحنا بنعمل البروكتور اللي هو البروكتور المعدل، واحنا قلنا ان احنا قبل كده عملنا بروكتور اللي هو القياس، ممكن نرجع للرابط اللي هو مكتوب ان شاء الله تحت الفيديو في الديسكربشن، ممكن نرجع له لو حد عايز يشوف البروكتور القياس بيتعمل ازاي. احنا عملنا مقدمه للبروكتور المعدل وقدرنا مع زمان ان احنا نعمله، وان شاء الله في حلقه ثانيه هنبقى نعمل له طريقه حسابات بتاعته ازاي، لان حسابات طويله وفيها معادلات وهنمشي واحده واحده مع بعض عشان التطويل. وفي ناس كتير بتشتكي من التطويل، لكن لو ياخد باله من طول الفيديو، لو نفترض ان الفيديو 20 دقيقه مثلا وناس بتشتكي منه، هتبص تلاقي ان الفيديو كله حوالي 6 دقائق او 7 دقائق. 6 دقائق بنتكلم فيهم شرح للجمال الفني في الاول، ويعمل حوالي 6 او 7 دقائق واحنا بنعمل اختبار عملي، وفي قدهم تاني 6 او 7 دقائق لان احنا بنشرح ازاي الحسابات والتوقعات والحدود والليمت والمواصفات اللي بتتكلم من وراها. فاي حد عايز ياخد جزء هيلاقي الفيديو كله 6 دقائق، ما يستطولش الموضوع، عايز يشوف الفيديو كله مفيش ادنى مشكله. فاحنا كده شفنا الاختبار كامل وعملنا المقدمه بتاعته، واتمنى ان انا اكون وفقت. ولو في اي حاجه ناقصه في الاختبار نرجع برضه للمواصفه ونشوف لو في اي حاجه ناقصه تاني نكملها منها، ولا ممكن ابعت المواصفات اي حد عايزها. بكده اقدر اقول ان انا خلصت طريقه عمل البروكتور والشرح بتاعه المبسط، واتمنى ان انا اكون وفقت. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه مكتوبه، واتمنى ان اكون وفقت. وارجو منكم التعليق، وما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.